حضرتك احنا عاملين وقفه النهارده بسبب ان احنا المجلس القومي لشؤون الاعاقه مفيش تفعيل لدور المجلس، ما عندناش امين عام من شهر واحد انتهى مده خدمتها، ولحد دلوقتي ما عندناش امين عام. اعضاء مجلس الاداره هربوا بالكامل مش عارفين عنهم حاجه، مفيش اي صلاحيات للمجلس ولا للمعاقين. حضرتك انا بشتغل في خدمه مواطنين في المجلس، مش قادر ادي اي خدمه لاي مواطن داخلي لاني ما عنديش اي صلاحيات، ومفيش اي ورقه بتطلع من عندي من المجلس بتتمضي او بتتختم، حمضيها منين واختمها منين. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ما بقبضش بقالي 6 شهور انا وزمايلي، 150 موظف في المجلس ما بيقبضوش مرتبات بقالهم 6 شهور. طب احنا مجلس خدمي بنخدم 15 مليون معاق على مستوى الدوله كلها، احنا ما بنتقاضاش مرتبات بقالنا دلوقتي 7 شهور. فاحنا دلوقتي بيوتنا اتخربت، واحنا كل اللي بنطالب بيه بس النظره لينا من ساعه ما جه السيد الباشمهندس ابراهيم محلب، قلنا هينزل برجليه، الراجل راح اماكن كتير وعليه ضغط كتير، كل اللي بنطلبه بس اللي هي نظره للمجلس. احنا دعمنا الدستور ووقفنا جنب الدستور على اساس ما يبقاش حبر على ورق، على اساس نقدر يبقى لينا صلاحيات نقدر نتعامل بيها. حرام اكتر من 150 موظف ما لهمش مرتبات. طب احنا ده يرضي مين؟ ده عدل ربنا اللي هم الناس دي بيوتها اتخربت؟ بس القصه كلها اللي احنا بنقول ان الناس دي يبقى ليها مرتبات، الناس دي تعيش، الناس دي برضو حتى يعني يبقوا يدعمونا ينظروا لينا. بس في الاصل في الاول المجلس القومي دوت المنشا بقرار وزاري وفقا للقانون، ورئيس مجلس اداره المجلس مفترض انه هو رئيس الوزراء. مشكلتنا الرئيسيه دلوقتي اولا تتمثل في عدم وجود امين عام للمجلس القومي لشؤون الاعاقه، وبالتالي المجلس القومي حاليا حركته تقريبا مشلوله بالكامل. انا واحد من اللي مهمشين نهائي، محافظه البحيره دي مهمشه نهائي عن اي محافظه خلقها ربنا. اول حاجه لان محافظه البحيره ممنوع مقابلته وكانه اله او شبه اله، ممنوع مقابلته نهائي. أكتر محافظ البحيره اكتر حاجه بنقابلوها في محافظه البحيره هو مسؤول اسمه العقيد فخري، هو ده اكتر واحد بنقابلوه في المحافظه ماشي، ودايما على طول انه بيمشينا ودايما بيدينا حجج مسكنه غدا وبكره وبتاع ومفيش حاجه بتتم. احنا مصر صدقت في ابريل سنه 2008 على الاتفاقيه الدوليه لحق المعاق في مصر، مفيش اي احنا عاوزين تفعيل للقوانين، تفعيل لحق المعاق في حريه وعداله اجتماعيه وفي عيش، بانه يلاقي لقمه العيش اللي ياكلها. ايه احنا ناس عايزين نتوظف، ابسط حقوق المعوق انه يلاقي شغل يلاقي عمل، ابسط حاجه ليه انه يلاقي سكن. احنا لو اتجهنا لطريق التسول يبقى حرام شرعا، والحكومه منعت حتى التسول. انا لا اعمل وما عنديش اي دخل لاي مصدر دخل، وعندي ثلاث اولاد